صور جمعت ياسمين صبري وكريستيانو وكمان احمد سعد ونيمار. اللي حصل بالظبط ان الفنان احمد سعد والفنانة ياسمين صبري نشروا الصور دي على حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا، زي ما واضح قدامكم حضراتكم كده ان الفنانة ياسمين صبري متصورة مع نجم الكرة طبعا كريستيانو، ونزلت الصور دي على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا. وكمان الفنان احمد سعد اتصور مع نيمار ونزل صورته على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، وطبعا تفاعل عدد كبير من محبين النجوم دي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.